بأطيب التحايا المسائية نحييكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ونحن نلتقي وإياكم على الحب وعلى الود في حلقة جديدة ومحطة جديدة، والحسين رسالة. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، حياكم الله مرة أخرى، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن نتواصل دائما وإياكم على الحب وعلى الود، وهذه اللقاءات المتكررة، هذه اللقاءات المتجددة، والتي نطل عليكم من خلال شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية، ونحن بجوار المولى أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليهما، والحسين رسالة. اليوم هو الأول من سنة ميلادية جديدة، نتمنى أن تكون هذه السنة إن شاء الله سنة خير وسنة محبة وسنة تحقيق لكل الأمنيات المعطلة التي دائما نتمنى أن تكتمل هذه الأمنيات، لكن لأسباب ربما سياسية ربما اقتصادية أسباب أخرى تعطل هذه الأمنيات من الاكتمال. اليوم راح نتكلم عن موضوع مهمة جدا، يعني قضية لابد لنا أن نفهم حيثياتها، لابد لنا أن نعرف أين الخلل ونشخص هذا الخلل ونعترف به حتى نستطيع أن نصل إلى بر الأمان مثل ما يقولون أو مثل ما يقال. الإعلام مسؤولية كبيرة جدا، ولعل من أهم هذه المسؤوليات هو ما يقع على عاتقه في هذه الفترة، خصوصا بعد هذا التحول الكبير في التكنولوجيا، في الإلكترون، في تفاصيل كثيرة، بحيث تحول العالم كما يطلق عليه أو كما يشاع على أنه قرية صغيرة. الخطاب الإعلامي ما له وما عليه، ولا زال حتى هذه اللحظة ليس بمستوى الطموح في تصدير على أقل التقادير المحافل الدينية والإسلامية إلى العالم. أسباب كثيرة جدا، لكن خلي باستعراض بسيط، الحروب كانت حروب حارة كما يعبرون عنها، أو حروب نارية، أو حروب تقليدية بالأسلحة التقليدية، بالطائرات، بالدبابات، بالمدافع، بالبنادق، إلى ما لا نهاية من هذه التفاصيل والأشكال، ثم بعد ذلك انتقلت إلى ما يسمى بالحرب الناعمة أو الحرب الباردة، وكانت الأداة الرئيسية لهذه الحرب هو الإعلام. ويعني نشهد الآن حقيقة ثورة إعلامية كبيرة جدا. كان الإعلام في السابق إعلاما مقروءا، ثم انتقل إلى أن يكون إعلاما مسموعا، ثم بعدها إلى الإعلام المرئي، يعني صحافة وإذاعة وتلفزيون. بدخول الإلكترونيات إلى الحياة أصبح هنالك إعلاما إلكترونيا حقيقة يفوق ربما الإعلام المسموع والإعلام المرئي بالمحطات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، هذه الكثيرة بكل تسمياتها وكل تفرعاتها وتفصيلاتها، قسم من عندها إعلامها مقروء وقسم من عندها إعلامها مرئي، غطت تغطية كبيرة جدا على الإعلام الكلاسيكي، خلينا نسميه الإعلام الكلاسيكي، مثلا أن تكون إذاعة، مثلا تكون جريدة أو تكون إذاعة أو تكون محطة فضائية. وجود الإعلام الإلكتروني غطى على هذا الإعلام الكلاسيكي وتصدر المشهد، بحيث الآن في كل شعوب العالم
الناس تستقي وتأخذ الأخبار، خصوصا يعني في بيئتنا العربية وفي بيئتنا الإسلامية تأخذ أخبارها من الفيسبوك. حتى الحكومات تحول عمل هذه الحكومات من حكومات تعمل بدوائر إعلامية ولديها محطات حكومية إلى إعلام إلكتروني أيضا، بحيث ساعة 12 بالليل ساعة 11 بالليل الوزارة مثلا أو الحكومة تريد تعطل الدوام الرسمي بالليل تشوفها نزلت بيان بالفيسبوك وثاني يوم كل الناس درت. هذا يدلل على اتساع هذا الإعلام، بالتالي نحتاج إلى خطاب يتناسب مع هذا الإعلام اللي موجود، الإعلام الإلكتروني. الإعلام الإلكتروني اليوم يسيطر على كل حياتنا، على كل تفاصيلنا. اليوم مناسبة، أي مناسبة لأي إنسان سواء كانت بالأفراح أو بالأتراح يعلن عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي حتى ما يكلف نفسه ويشيل تليفونه مثلا ويخابر على الناس. بالأعياد، بمناسبات الفرح، تشوف الناس تبدأ بتهاني والتبريكات عن طريق يعني عن طريق الإعلام الإلكتروني. وأيضا في الأحزان تكتفي بأن تضع منشورا في هذا الموقع أو في ذاك الموقع، وبالتالي يعيض عن الإخبار الناس. هذا حقيقة يحتاج له إلى وعي، ويحتاج له إلى فهم، ويحتاج له إلى كيفية أو إيجاد ديناميكية للحركة مع هذا الإعلام. كيف نحرك أنفسنا، كيف نفعل الخطاب الديني، كيف نتعاطى مع هذا الإعلام ونغادر المحلية، لأنه هذا الإعلام الآن وضعنا أمام عالمية. يعني المقطع الفيديو اليوتيوب بالفيسبوك بالإنستغرام باقي مواقع التواصل الاجتماعي الباقية، هو مو إعلام ينحصر فقط على الداخلي. كان الإعلام داخلي موجودة إذاعات أي أم وأف أم، الأي أم داخلية والأف أم تستهدف يعني عابر الحدود. التلفزيون كان تلفزيون محلي، تلفزيونات داخلية، يعني تلفزيون العراقي مثلا يخاطب العراقيين، تلفزيون مثلا السعودي يخاطب السعوديين، تلفزيون الإيراني يخاطب الإيرانيين. بوجود المحطات الفضائية انتقلنا إلى هذا الإعلام وأصبح عابرا للحدود، لكن بسرعة الضوء أصبح الإعلام الإلكتروني عابرا لكل الحدود، بحيث الآن أي قضية تريدها، أي معلومة تعصي على أي شاب، على أي مثقف، على أي مرأة، على أي رجل، يلقيها بمواقع التواصل الاجتماعي. بل أكثر من ذلك، يعني الآن الناس بدلا من كان الكتاب مقروءا، يعني اقتناء الكتاب واقتناء المعلومة من الكتاب وفتح الكتاب والقراءة بالكتاب، هذه المتعة الحلوة أيضا بدينا الآن نفقدها. قمنا إذا عندنا معلومة غائبة رأسا طبع على الجوجل وتبحث وتجد أشكال وألوان من التعليقات، وربما قسم كبير من عدها مو صحيح. بالتالي هذا يحتاج له إلى مراجعة، ويحتاج له إلى فهم صحيح وتعامل صحيح يقع على عاتق المختصين. هنا المختصين بهذه القضية جانب إعلامي، وجانب آخر هو بحثي ديني. ليش؟ لأنه الناس على تماس مباشر، ولا زلنا حتى هذه اللحظة مثل ما قلت لم نستطع أن نغطي محافلنا الدينية، وتكون هذه المحافل هي عبارة عن رسالة فكرية للشعوب الباقية، رسالة لتلاقح الأفكار والثقافات. بل أكثر من ذلك، اليوم إحنا نتأثر بالمناسبات، وخير دليل يمكن ما يحدث في كل سنة عندنا، إحنا في كل سنة عندنا هنالك سنة ميلادية تنتقل يعني الناس من سنة إلى سنة أخرى. هذا الانتقال تصاحبها فعاليات، هذه الفعاليات كان الأخوة المسيحيين يأخذون على عاتقهم إحياء هذه المناسبات، و بالتالي هي طقوس دينية خاصة بهم. اليوم نحن من نتبنى هذه الفعاليات، وهذه طبعا يعني حقيقة بها إشكالية عقائدية كبيرة، بها إشكالية دينية كبيرة، بها إشكالية حتى ثقافية، لأنه هم لديهم طقوس خاصة يتعاملون بها، لكن إحنا لا، يا الحبل على الغارب، نحتفل بشكل مفرط جدا بحيث ننزل إلى الشوارع، و بينما هم تلقيهم موجودين مثل في الكنائس، عندهم قداس خاص، عندهم في الطقوس خاصة، عندهم صلاة خاصة، احنا لا. يعني حتى عدم فهمنا لمناسبتهم بالتالي نحتفل بها احتفالا، حسا ما اعرف شلون اعبر عنه. عموما وهذا كله يقع على عاتق الاعلام وضعف الاعلام في تثقيف الناس ولفت الناس الى هذه النقاط. ابدا مع ضيفي في حلقة هذا اليوم، فضيلة الشيخ عبد الرضا معاش،
الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ، حياك الله. أو الشيخ مصطفى على ما أعتقد، الشيخ مصطفى تمام؟ الشيخ مرتضى، آسف جدا. ألو فضيلة الشيخ، جاهز معاي على الهاتف؟ ما أعرف الاتصال جاهز ولا الأخوة بالكنترول حتى لا نأخذ وقت من الحلقة. عموما فبالتالي غياب هذه الثقافة عنا احنا كمجتمعات يتحمل مسؤوليتها الإعلام في توضيح ورسم خارطة للناس حتى تعرف، حتى تعرف هذه الطائفة شنو عندها، هذا الدين شنو عنده. وهذا يمكن أنا ركزت في حلقة من الحلقات أو في مناسبة مهمة جدا، هي مناسبة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذا الحدث العالمي الكبير بحيث كل العالم يجتمعون في مدينة كربلاء المقدسة. قلت نحن لحد هذه اللحظة لم نصدر قضية سيد الشهداء ولم نرتقي بخطابنا إلى العالمية، احنا حتى هذه اللحظة خطابنا داخلي وكأنما نسولف مع بعضنا. واعتقد هو هذا الحديث، يعني هذا الحديث المفروض احنا عابرينه ومتجاوزينه من زمان، يعني احنا مو الآن في صدد نشر الثقافة الإسلامية ونشر الدين الإسلامي في مجتمعاتنا الإسلامية. كان من المفترض أنه خطابنا يكون خطاب عالمي، يعني تجاوزنا الداخلية، لكن مع شديد الأسف لحد هذه اللحظة نحن في الخطاب الداخلي. فضيلة الشيخ مرتضى معاش الباحث الإسلامي، حياك الله. ألو ما أعرف الخلل وين بالاتصال، هذه مشكلة من مشاكلنا دائما نكره، دائما نقول يابا نحتاج في العراق إلى شبكة اتصالات وطنية هسه على أقل التقادير حتى نعرف نسولف وياهم، وهذه الأموال التي تصرف على هذه الشبكات تكون ترجع الخزينة العراقية. وما شاء الله اليوم الوضع الاقتصادي في العراق مرتبك جدا، أسعار الدولار ما نعرف صاعدة نازلة، بالتالي تكون أيضا هذه محطة من المحطات الاقتصادية العائدة للعراق. ورحب أجمل ترحيب بضيفي في حلقة هذا اليوم فضيلة الشيخ مرتضى معاش الباحث في الشأن الإسلامي. فضيلة الشيخ حياك الله. ألو فضيلة الشيخ إذا تسمعني، قطع الاتصال مع فضيلة، يا ريت نكرر الاتصال. هذه مشكلة من المشاكل اللي نعاني منها، اللي دائما نقول نحتاج إلى شبكة وطنية، وأعتقد هي مو قصة، يعني إذا إحنا في مدينة كربلاء المقدسة بجوار المولى أبي عبد الله سلام الله عليه ونعرف مدينة كربلاء وعالمية هذه المدينة وتوافد الملايين إلها، يعني كربلاء تشهد زيارات مليونية في كل ليلة خميس، فإحنا إذا بنص كربلاء وبجوار المولى سلام الله عليه والاتصالات بهذه الطريقة، فشون لعدل اللي ساكنين في أطراف المدينة، اللي ساكنين مثلا في القرى في الأرياف؟ الله يكون بعون الناس. جاهز الاتصال معاي؟ تمام. أرحب مرة ثانية أجمل ترحيب بفضيلة الشيخ مرتضى معاش الباحث في الشأن الإسلامي. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله فضيلة الشيخ. ألو تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أسمعك أنا بشكل جيد إذا تسمعني فضيلة الشيخ. ألو ياك. ألو فضيلة الشيخ تسمعني يا عزيزي؟ اتصال مو تمام، يعني قطعوا الاتصال ومرة ثانية نعاود الاتصال بفضيلة الشيخ حتى يسمعنا بشكل جيد ونسمعه. يعني ما فضيلة الشيخ هو في كربلاء المقدسة وإحنا أيضا مقر مجموعة قنواتنا في كربلاء المقدسة، فتصوروا منا يعني ما تتجاوز كيلو، يمكن المسافة كيلو وين الاتصال بهذا السوء. وهذا طبعا يعني فصل الشتاء هسه ما أعرف أيضا إلى 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 دخل البرد مثلا، الأمطار الرطوبة اللي موجودة بالجو لها دخل أو ما لها دخل ما أعرف، يعني أصحاب الاختصاص وعلى هذه الشركات الأهلية أن تتفادى هذا الخلل أو هذه الأخطاء اللي نوقع بيها. يعني اليوم حياتنا مرتبطة بهواتف النقال محمولة. عموما إذا كان الاتصال جاهز حولوا لي على أخوة بالكنترول حتى أرجع إلى موضوعي. لازلنا حتى هذه اللحظة حقيقة لم نطور الخطاب، يعني الخطاب الإعلامي لازال خطابا داخليا. أكو فرق بين الخطاب الداخلي والخطاب الخارجي، و يعني حتى باختيار العبارات باختيار المفردات بطريقة الخطاب بتوجيه الناس حوله،
حدث معين، هذا يحتاج له إلى ناس مختصين. وطبعا أسبابه ودور يعني الخلل اللي يقع على عاتق الإعلام تتحمل مسؤوليته ربما المؤسسات الإعلامية، ومن يقف على رأس أغلب هذه المؤسسات الإعلامية يتحملون هذه المسؤولية المفروض، حتى إن لم تكن هنالك شخصيات إعلامية حقيقية هي من تدير هذه المؤسسة، فبالتالي عليها أنه تستعين بأصحاب الخبرة وأصحاب الاختصاص، لأنه ما يصير أنا نفس الخطاب أوجهه للي موجود بالداخل نفس أوجهه الموجود بالخارج، هذا هذا هذه هذه حقيقة كفر بأوليات الإعلام بألفباء الإعلام. هاي مسألة. المسألة الثانية، يجب أن يحدث هذا الخطاب، نحتاج إلى تحديث للخطاب، نحتاج إلى إلى طريقة أخرى نخاطب بها العقول، وخصوصا بوجود عصر السرعة بهذه السرعة. يعني اليوم أغلب الناس يمكن ما له خلق يشوف لهم برنامج أبو الساعة، ما له خلق. ليش؟ لأنه متعود هو في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعتقد الشركات التفتت إلى هذه المسألة وأحدثت عندنا مثلا موقع التيك توك. اليوم تيك توك ما أعرف الشباب إيش قد الوقت اللي يستغرق المقطع، يمكن دقيقة 30 ثانية 40 ثانية، وحتى اليوتيوب بدأت الناس تغادرة. أعتقد جاهز الاتصال فضيلة الشيخ مرتضى معاش الباحث في الشأن الإسلامي، حياك الله. ارفعوا لي صوت الشيخ شباب، حياك الله، سلام عليكم شيخنا، آسفين جدا لهذا هذا الإرباك في الشبكة، هذا ما نتحمل مسؤوليته أكيد إحنا ولا جنابك. أهلا وسهلا بكم شكرا لكم على الاستضافة، حياك الله. فضيلة الشيخ، اليوم نتكلم عن دور الإعلام العراقي، الإعلام العربي، الإعلام الإسلامي بتغطية المحافل الدينية، لا زال حتى هذه اللحظة ليس بمستوى الطموح، لا زال الإعلام الديني خطابا داخليا للشعوب المسلمة ولا يتعدى الحدود. شنو الأسباب ومن هو الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ طبعا أنا ما سمعت السؤال بشكل جيد لأنه صوت كان ضعيف جدا، ولكن أنا سمعت كلامك بشكل عام، فراح أتكلم عن كلامك. بلي. وأتصور أهم قضية اليوم التي يعيش الإعلام بشكل عام. بلي. شباب صوت فضيلة الشيخ ترى ما واضح بشكل جيد. هو القدرة على استيعاب صدمة الحداثة وعدم الاكتفاء بلعن الحداثة. طيب. الحداثة اليوم أصبحت مسيطرة على عالم اليوم، الحداثة التكنولوجية والحداثة الثقافية والحداثة في طريقة الحياة والعيش. هذه الحداثة بالنتيجة أوردت علينا ثقافات متعددة وقيم متعددة وأساليب جديدة في الحياة، في الملابس وفي الأكل وفي اللغة والكلام والخطاب بكافة المستويات الثقافية. جاء هذه الأحداث بإعصار هائل من الثقافة ومن الأشكال المختلفة من السلوكيات. طيب. فتحتاج هذه الحداثة، طبعا هذه الحداثة جاءت عن طريق الفضائيات بشكل أولي، على ذلك جاءت من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي أغرقت المجتمعات بأشياء وسلوكيات جديدة. فأصبح عالم الأشياء هو اللي بيسيطر على الناس. طيب. من خلال الاستهلاك، من خلال الأسواق، من خلال الطعام، من خلال الملابس التي سيطرت وهيمنت، من خلال حتى قصات الشعر التي هيمنت على الناس. هذه الحداثة المتكثفة بوسائل الإعلام ووسائل شبكات التواصل الاجتماعي أغرقت هذه المجتمعات بأشكال جديدة من السلوكيات الخاطئة وغير الصحيحة. طيب. وين قاعدة هذه الشعوب فضيلة الشيخ إذا تسمح لي؟ كإعلام إسلامي أن نستوعب صدمة الحداثة ونخطط ونفكر ببناء سلوكيات جديدة وأساليب جديدة تستوعب هذه الصدمة، وبالنتيجة استبدال وإحلال الثقافة الإسلامية والقيم الدينية بأساليب عصرية وأساليب جديدة نقبل فيها
حتمية التغير والتطور في الخط الزمني الموجود. فضيلة الشيخ تسمعني أنت بشكل جيد لو ما تسمعني؟ أعتقد الشيخ ما يسمع. لابد للإعلام الديني والإعلام الإسلامي أن يستوعبها ويفهمها، وبالنتيجة يحاول أن يؤسس لثقافة جديدة. شباب الشيخ ما يسمع كلامي، أنا بد من أداخله. تسمعني فضيلة الشيخ عزيزي؟ تسمعني؟ يعني يا ريت تعودون الاتصال مرة ثانية بي، لأنه ما بيها فائدة، الرجل ما يسمعني، يعني فقط يأخذ الكلام أعتقد من تسمعني فضيلة الشيخ؟ نعم الآن أسمعك، الآن أسمعك. طيب فضيلة الشيخ كلامك هو يحول لي المشهد على أننا الآن نحتاج أن نكون في حالة دفاع عن هذا الغزو الثقافي، بينما أنا لا أتبنى هذا الخط، أنا أريد أن نهاجم، خير وسيلة للدفاع هي الهجوم. أنا ما أسولف اليوم تعالوا خلي نحصن أولادنا ونحصن أنفسنا من هاي الهجمة الثقافية، لا، أقول لماذا لا نهاجم؟ يعني ليش ما نتحول إحنا المهاجم؟ ليش الآن إحنا ندافع في عقر دارنا؟ هو هذا الكلام أنه استيعاب صدمة الحداثة من خلال الانفتاح المدروس. طيب اليوم هذا الانغلاق اللي موجود، الانغلاق المتعصب والانغلاق الذي يجعلنا منسدين أمام هذا العالم، هذا غير، هذا يجعلنا نحن في حالة كما قلت في حالة دفاع، ويجعل أبنائنا الذين انفتحوا على عصر جديد من المعلوماتية وشبكات التواصل يقبلون على تلك الثقافات الغازية. فلذلك نحن لا ندعو للانفتاح المنفلت ولا ندعو إلى الانغلاق المتعصب، نحتاج إلى انفتاح مدروس قام على التخطيط وعلى خطاب استيعابي، خطاب وليس خطاب صدامي. الخطاب الموجود اليوم عند بعض الفضائيات هو خطاب صدامي قائم على اللعن، على لعن الحداثة ولعن التطور والتكنولوجيا الموجودة، وهذا خطأ. تحتاج إلى خطاب استيعابي قائم على اللغة الناعمة والابتعاد عن الصدام. لأنه اليوم أنت إذا تريد تواجه ما يجري اليوم من هذه المناسبات ومن قضايا كثيرة قادمة إلينا بلغة صدامية سوف يؤدي لاستفزاز الآخرين وبالنتيجة الابتعاد عنك. أحسنت. ماذا نفعل؟ يخلق عداوة. إحنا هذه القصة اللي بقاعد نستوعبها لحد هذه اللحظة، خلق الأعداء من الداخل، هذا 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 أمر خطير جدا. يعني أنه نخلق مجموعة داخلية عندنا من شبابنا من مجتمعنا ضد التيار الديني، هذه كارثة. نعم أنا ما سمعت السؤال بشكل جيد، ولكن إحنا الخطاب الناعم والخطاب اللين الاستيعابي مهم جدا في عملية استقطاب الشباب زين، واستقطاب الناس الذين يقبلون على شبكات التواصل وعلى هذا الإعلام الجديد. هذا الإعلام الجديد مشكلته أنه يقوم بعملية تسطيح الحياة. طيب. وتسطيح السلوكيات وبالنتيجة نشر التفاهات. هاي المكنات الإعلامية هدفها الأساسي أنه تنشر الاستهلاك الأعمى للسلع الموجودة في السوق. فتحاول كل ما أن يكون الإنسان يعيش في حالة من التفاهة والسطحية يكون مستهلكا أكبر، غير واعيا غير مدركا. طيب. فتنشر التفاهات لعملية ترويج وتسويق منتجاتها وسلعها كما هو موجود في العالم الرأسمالي القائم على اللذة والمتعة. لذلك اليوم أنت في الخطاب الديني وفي الإعلام الديني تحتاج أولا إلى توفير البدائل الترفيهية، وليس فقط الخطاب الديني التقليدي. الخطاب الديني التقليدي جيد، هو في مكانه موجود، ولكن لكن لا زال يحتاج إلى تحديث أيضا في الخطاب. نعم، تحديث الخطاب وتوفير البدائل الترفيهية التي تكون مناسبة، وهذه البدائل الترفيهية ممكنة. يعني أنا رأيت أنه قناة الإمام الحسين وفرت بعض البدائل، مثلا هذا البرنامج شيعة فويس اللي هو برنامج جيد وجميل في اللغة الإنجليزية، هذا رأيت أنه هذا برنامج هو من البدائل الترفيهية الهادفة اللي يمكن أن تؤدي إلى دورا مهما، وهذا خطوة في الطريق إلى أمور أبعد وأكثر في ذلك الجانب.
فأنا أتصور من النقاط بالإضافة للتوفير البدائل الترفيهية وتعميق التوجيه التثقيفي، لا يكون خطابنا خطاب سطحي يتناول الأمور سطحيا. الخطاب التثقيفي العميق هو الذي يقوم بعملية إعطاء المعلومات الجيدة للمتلقي وأيضا صناعة الأفكار. اليوم الأفكار أنت تلاحظ عند الشباب وكثير من المؤسسات هو أفكار قادمة من الغرب، تأتي من خلال كتب غربية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي. دلالة على ماذا؟ يدل على عدم وجود صناعة فكرية عندنا في وسائل الإعلام وفي مراكز الدراسات وفي المؤسسات الثقافية والإعلامية. احتاج إلى عملية صناعة الأفكار. وتراث أهل البيت عليهم السلام تراث مملوء بالأفكار القيمة والقيم الهائلة العظيمة التي يمكن أن تصبح مفاتيح للنهضة والحياة والتقدم في الحياة. ولكن نحتاج نحن أن نأخذ خطاب أهل البيت ونقوم بعملية بلورته، بلورة عصرية واستنباط الأفكار المناسبة لعملية بناء فكري وصناعة الأفكار اللازمة في لأجل تحقيق التوازن الثقافي بين ما هو قادم إلينا وبين ما نستطيع أن نقدمه نحن وننتجه نحن في خطاباتنا الإعلامية وخطاباتنا الدينية. بل هذه الصناعة مسؤولية من بدقيقة يعني الوقت اللي نعم، هذه مسؤولية الحوزات العلمية ومسؤولية المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الثقافية، مسؤوليتنا جميعا. طيب. لا نكون منغلقين على 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 خوف، بل لابد أن نكون ثقة في أنفسنا وثقة في خطابنا وثقة في تراثنا وبخطاب استيعابي مستمر مستدام قام على العمق في التوجيه والعمق في التثقيف وصناعة الأفكار الجيدة. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ مرتضى معاش الباحث في الشأن الإسلامي، شكرا لهذه الآراء. شكرا لكم، أهلا وسهلا بكم. يعني في معرض الحديث أكو شجاعة بالطرح، نعم لازلنا حتى هذه اللحظة غير قادرين على أن ننتج خطابا يؤثر في الداخل أو يحصن الداخل على أقل التقادير بعدين يهاجم الخارج. إحنا مع شديد الأسف كان من المفترض أن يكون الطموح، أنا بالمناسبة لما أستخدم مفردة الهجوم ليس بمعنى الهجوم العدائي، لا يعني العقلاء يقولون خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، يعني أن تدافع عن نفسك، مو تدافع عن نفسك بمحط الاتهامات بل بفرض ما عندك وطرحه أمام الآخر حتى يفهم وجهة نظرك، أما أنت يعني تبقى بطور تدافع عن نفسك عن قضية معينة هذا أعتقد ما يوصلك إلى نتيجة مهما كان حجم القصة والقضية، فما بالك بالخطاب الإعلامي. اليوم يعني مو فقط احنا حقيقة نريد نصدر خطابنا، لا احنا نريد نحصن انفسنا من الخطاب الجاينا وبعد ذلك نباشر بغزو العالم فكريا، وهذه مشكلة. هذه مشكلة لم اذا كانت المؤسسة الإعلامية لحد هذه اللحظة لا تؤثر بقدر ما يؤثر علينا الإعلام الخارجي أو الإعلام الغربي وخصوصا في تغطية معافنا. أرحب أجمل ترحيب بالدكتور ماجد الخياط، الأستاذ الأكاديمي أيضا في الإعلام العراقي. أستاذ دكتور ماجد حياك الله. الله يحييك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. سعيد جدا أن تكون معي. أنا أكمل الكلام مع حضرتك من حيث انتهى فضيلة الشيخ مرتضى معاش، أثار نقطة جدا مهمة. دكتور تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم أنا كان في ودي أسئله كيف نطور الخطاب الإعلامي كي يكون عابرا للحدود. الرجل قال كلمة مهمة جدا، قال إحنا اليوم في طور الدفاع عن الخطاب، في طور الدفاع عن أنفسنا أمام مجتمعاتنا عن خطابنا. هسا إحنا خلي نكمل مجتمعاتنا وبعد ذلك نهاجم الآخرين. هذه القصة دكتور ماجد شلون نشوفها؟ يعني فعلا إحنا لحد هذه اللحظة لسنا بطور
أن ندافع عن أنفسنا، بل نحصن مجتمعاتنا من هذا الغزو الإعلامي الجاينة المتعدد، خصوصا وأنا أقصد طبعا الإعلام الإلكتروني والإعلام الآخر المرئي والمسموع والمقروء أيضا. نعم أستاذ أحمد، مساء الخير عليك وعلى جميع مشاهدي قناة الإمام الحسين. حياك وبرنامجك الجميل. دائما المواضيع تكون حساسة، وحقيقة هو هذا الموضوع أيضا حساس مثل يعني باقي المواضيع المهمة، هي كلها حساسة. كل منظومة إبداعية أو منظومة خلينا نقول بنيوية، يعني تريد تبني مجتمع تبني من الداخل. طيب لاعب مثلا كرة قدم أول ما يبدي وين؟ يبدي بمنطقته بالشارع. صح. وين ينتهي؟ ينتهي بالعالمية. المراحل اللي يمر بيها انه يبدي بيها انه على مستوى محلي مركز شباب، بعدين نادي محلي، فرق شعبية، ويتدرج الى ان يصعد. كل هذه المنظومات نحتاج نفس النظام، يعني هي كل منظومة نفس النظام، يعني تحتاج ان تبني نفسك داخليا اول شيء، وكلام فضيلة الشيخ تماما صحيح. طيب. احنا اذا ما بدينا، انت اليوم سياحة مجمع معلم سياحي، اذا ما يبون اهل المدينة نفسهم يزورون هذا المعلم ما راح يزور احد من الخارج. انت تبني الفكرة من ابناء، من قناعة ابنائك بانه انت عليك ان تبني نفسك، لا ما يغير الله المخمر حتى يغير ما بانفسهم، هذا قاعدة الاساس، هذا العنوان الرئيس. طيب احنا اليوم منظومتنا الاعلامية للأسف انه احنا بالفعل احنا محتاجين اول مرة نكسب ثقة المجتمع مالتنا حتى نتصدر. احنا ما كاسبين ثقة مجتمعنا، احنا ندلج نعطيهم صور مشوبة، نغير بالحقائق، ننحاز إلى جهات ممولة وجهات فئوية. كل هذا يسبب شنو؟ يسبب ضياع للثقة، وبالتالي فإنه رح يكون يبقى الإعلام ضعيف. وبالمناسبة أنا زرت النيوزيوم، سحول النيوزيوم، هو طبعا كلمة نيوزيوم بالأم يعني متحف، لكن أكو شيء بواشنطن اسمه نيوزيوم، يعني جامعين بين كلمة نيوز الأخبار والميوزيوم المتحف، يسحولها متحف الصحافة. طيب. وأكو خارطة كبيرة لحريات الصحافة في العالم، والعراق بعد هذا الموضوع بعد عام 2003 وبعد الانفتاح الإعلامي ما زالوا خالي بالأحمر. واعترضت في حينها انه قلت انه يعني العراق اصبحت بحريه من الصحافه، لكن انتم بعدكم خاطين بالاحمر. الجواب كان صادم، انه هي مو حريه صحافه، هي حريه وهي سرعه الوصول والثقه ما بين المجتمع والصحافه. وهذه إذن إذا أريد إحنا إعلام حقيقي، إعلام صحيح، إعلام نكسب به ثقة مجتمعنا، لازم نبني داخليا أول شيء، بعدين نصدر للعالم. والبناء الداخلي يحتاج طبعا مقومات فنية ومقومات أخلاقية مئاتين طبعا. نعم، يعني هذا نحتاجه، يعني أعتقد كلام شوية ثقيل، باعتبار انه لما نعرف انه مثلا الاذاعه العراقيه هي اول اذاعه بعد اذاعه القاهره، ونعرف انه التلفزيون العراقي هو اول تلفزيون ب56، الاذاعه ب36، والتلفزيون ب56، واحنا الان بال2023 دخلنا، اليوم هو 1/1/23، بوجود هذا الكم الهائل جدا من الاعلام المرئي، فضائيات ما شاء الله، واذاعات بعد أكثر من عدها، صحافة ورقية أكثر من عدها، ولا نصمد أمام برنامج أبو النص ساعة يأتينا من خلف الحدود. هذه مشكلة دكتور ماجد. مشكلة، نعم مشكلة، نحن في صدارة الدول العربية بالمناسبة في عدد المؤسسات الإعلامية، في صدارة. بل. يعني ماكو دولة عربية عندها مؤسسات إعلامية بقد العراق. طيب شنو اللي نحتاجه؟ يعني هذا الإعلام الغير مؤثر نحتاجه شنو؟ يعني شنو البديل؟ يعني كيف نوفر بديلا ناجحا كي نحصن انفسنا وبعد ذلك نصدر ثقافتنا؟ احنا بطلنا، يعني سالفه المثل الشعبي يقول جزنا من العنب برسالتنا، بطلنا من الهجوم، الان نريد ان ندافع بشكل صحيح حتى نحصن مجتمعنا.
يعني هي مسؤولية متشاكلة حقيقة، يعني مسؤولية مشتركة ما بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية، وما بين الجهات الحكومية اللي هي المسؤولة عن مراقبة ما يبث بالتلفاز ومحاسبة المقصرين في الخطاب الإعلامي. زين. يعني الجهة المعنية أولا هي الإعلام والاتصالات ما يتعلق بالمحاسبة، لأن نقابة الصحفيين كتنظيم لحد الآن ما ماخذ دورها، أو يعني ما عندها اليد الطولة مثلا، سواء انه تمنع مثلا جائزة يعني تعطي، لكن ما بالقانون العراقي مسموح ان تعمل مؤسسات بدون اجازة رقابة الصحفيين. هذا هيئة الاعلام والاتصالات كان عندها قانون اسمه 5 في 5، مشروع قانون 5 في 5، يعني 5 مفردات، كل مفردة تتفرع إلى 5 مفردات. هذا القانون يعني حقيقة إذا ما أقر من قبل مجلس النواب راح يكون بكثير من الفقرات اللي ممكن أن تدعم الإعلام العراقي، على اعتبار أنه بمراقبة لما يخدش الحياة، بمراقبة لما يمس الأمن الوطني، بما يمس الآداب العامة، وهذا المحتويات التافهة، يعني الكثير من الأمور اللي ممكن أن تسحب الإجازة من هذا. طيب. إحنا هذا جانب، يعني من أنتي وقت يقول لي أستاذ أحمد، لأنه بلي بلي. ممكن أدرج من فكرة. بلي بلي بلي، أنا بالعكس أعطيك كل الوقت إليك دكتور. طبعا. الله يخليك. فهذا طبعا إحنا بالبداية أكو بعض المحاولات لتصويب الإعلام، لكن وجهت برأي عام شديد، وبالتالي انه بدأت تضعف التطبيق مثل حال القوانين. طبعا العراقية حاليا هي ضعيفة التطبيق باعتبار وراهم انتخابات ويحتاجون اصوات ويخافون من الشارع لا كذا ويصفطهم، وهذا احنا في دوامة عدم تطبيق القوانين. طيب. المشكلة انه العراق بروتوكوليا مع المسؤولين عن الأقمار الصناعية ومع البودكاست اللي يعني خاصة بالإذاعات، وهذا العراق شوية كان ضعيف، الآن بدأ شوية يقوى بعد ما يعني عاد إلى يعني خلينا نقول إلى مكانته العربية، بعد ما تعرف كان ما متحقق الثقة بأنه تشكل دولة في العراق ولديها وحدة قرار وكذا، الآن بدأ العراق شوية يرجع. من إذا رجع العراق إلى هذا راح نقدر نحارب الأفكار المدسوسة من خلال القنوات التي تبث من خارج العراق. إحنا عندنا هنا مشكلة، أن قنوات تبث من خارج العراق وما عندنا سلطة عليها، وموجودة على القمر، والقمر يقول لك أنا رجال بفلوس يطون فلوس، ولا يحزون يمي، هذه أموال ملايين صح يحزون يمي يعني. لكن عندما تكون هناك اتفاقات أو اتفاقيات بالأصح، والعراق موقع عليها طبعا، اتفاقيات دولية أخلاقية العمل الصحفي منظمة مو بقانون، منظمة بأخلاقيات يعني اتفاقيات دولية، هاي اتفاقيات دولية أغلبها اتفاقيات أخلاقية، حرية الصحافة، عدم المساس بالرموز الفكرية والإسلامية والدينية، العفو، هذه كلها أخلاقيات موجودة. العراق طبعا ضمن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات، يمكن وقتها دولتين فقط ما وقعها، واللي هم أمريكا وقطر فقط دولتين، لكن العراق موقع ضمن هذه، يقدر يفعل يحاسب الأقمار الصناعية، إنه يابا هذا مثلا شخص يمس شخصية مثل رمز من رموز البلد، وهذا ممنوع طبعا إعلاميا، ممنوع عالميا إنه تمس رمز أي دولة. طيب. مو إنه برمز ديني. نعم. طيب. هذا ما يخص الإعلام، يعني الإعلام شو نسميه، الإعلام الفضائي التلفزيوني. إيه تلفزيوني، لأن إحنا اليوم داخل عندنا أيضا إعلام آخر، الإعلام الإلكتروني داخل على الخط، وربما هو أقوى من الإعلام يعني هو حتى الإعلام الإلكتروني بيه مسموع وبيه مرئي أيضا، فإحنا قمنا حتى يعني حتى مصطلح الإعلام المرئي والمسموع والمقروء قمنا نغادرهن، الإلكترون صار كله مسموع ومقروء ومرئي. دكتور بخصوص الإعلام الإلكتروني، هذا شلون
يعني كيف نسيطر على هذا الإعلام اللي بدأ يغزينا ويضربنا في عقر دارنا ويشوه معتقداتنا ويؤثر تأثيرا سلبيا على، بحيث الآن خطابنا الديني ما يأخذون شبابنا مثل ما يأخذون من الفيسبوك الخطاب الآخر، هذا شلون نسيطر عليه؟ هو هذا هم ضمن يعني قانون 5 في 5 حقيقة موجود به، لأنه هذه المنظومات، منظومة التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المنظومة هي تتعامل مع الخوارزميات، والخوارزميات ممكن السيطرة عليها، أنه يعني تعرف أنت أكو تبليغ، أكو حظر، أكو هذه الآن المشكلة أنه إحنا أمرنا مو بدينا، هذه الخوارزميات حاليا مو بدينا. العراق متفق يعني اكو اتفاقات بدت تتعامل مع الامن الوطني، تتعامل مع منظومة المخابرات او الاستخبارات، هذه موجودة الاتفاقات وبدت تتعاون، لكن مو كل المحتوى. يبدي الحصانة، انا ردت اقول انه هي عملية مشتركة، احنا حكينا عن الحكومة والمحاسبة لكن ما حكينا عن المنظومة الثانية اللي هي المنظومة التربوية، التربية النفسية. هذا الأهم، يعني الحصانة تبدي مننا. أكو تقرير المركز البحثي الأمريكي يقول أنه الإنترنت بشكل عام، الإنترنت بالدول العالم الثالث اللي إحنا يعني مشغولين به، أنه كان مردوده سلبي عليهم مو إيجابي، مع أنهم كانوا متوقعين أنه تنمى هذه الدول ويكون عندها يعني نمو صحيح، من طرفهم توفر لهم المعلومة، وصول للمعلومة، لسوق الأموال، طرق التجارة، ممكن تنمو هذه المجتمعات بالإنترنت، يقول كان تأثير سلبي. ومشخصين السبب بالتوجيه، انتبه الأستاذ أحمد لهذا الموضوع. بلي. السبب بخلل التوجيه. شنو خلل التوجيه؟ يعني احنا اليوم مثلا خلي نسأل نفسنا، احنا كأولياء أمور، كآباء، كأخوة أكبر، ايش وقت اجينا قربنا للشباب وقلنا لهم شوفوا هذا، شوف هذا البرنامج جد حلو، شوف هذا الانشد جد تابع عليهم، خلينا اتابع وياك، شو شوف كذا. هذا الحوار مدى يصير بيننا وبين أبنائنا. وقف التوجيه عندنا، أصبح الأمر سائب وأصبح الأمر متاح لكل شيء. احنا لو بدينا نوجه نفسنا ونوجه أبنائنا، يعني طلبة الجامعات، المثقفين، يوجهون مثلا البقية إلى مواقع مفيدة، طريقة استخراج المعلومة، من شلون تفوت عليك معلومة، وشلون ممكن تحدث معلوماتك يومية، وشلون تستثمر الانترنت ب مجال عملك. اكو برامج ترفيهيه تثقيفيه بها معلومات جمه، اكو برامج تنمويه ممكن تنمي شخصيه، تحدد لها هدف، تنظم وقتها. هذه البرامج احنا مدى نوجه عليها. هذه طبعا على السوشيال ميديا، حتى برنامج جنابك انه انا ممكن اشوفه على اليوتيوب. ما لحق، لانه احنا بعد صار يعني يختلف الموضوع، ممكن اعلق عليه وانت رايي عليه، مو مثل قبل انا متلقي من طرف واحد كان يسحب له الاعلام الخطي، الان صار مدور، يعني يرسل له ويرسل لك المتابع صح الدائري شحون. الآن احنا مطلوب من عندنا بالبداية ان نقترب من الشباب بعملية التوجيه، مو هذا الخطاب التوجيهي بالمنشورات وتعال شوف، لا 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 لا، كل لا يغير الله بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اقرب على اقرب واحد لك، وجهها، شاركها، مشاركة أفكاره، شوفه وين دا يروح، وش دا يباوه، وجهه هذا مسلسل حلو، هذا فيلم حلو، مسلسل مختار مثلا ثقافي، ليش ما أشوفه مثلا ويا أبنائي، تاريخ أمه ورجل بطل، يعني ما حال الأبطال اللي سوقونا إياهم. عندنا مسلسلات تاريخية، عندنا مسلسلات ممكن تكون تثقيفية، ممكن تكون متزنة، ما
بها خطاب عدواني، ما بها خطاب طائفي عنف تمييز عنف وكذا. هذا هم اكو مسلسلات علميه يطلع واحد ذكي او مثلا برنامج مسلسل طبيب كمثلا التركي يطلع طبيب ذكي يسوي عمليات خارقه انه وهي عمليات حقيقيه مو يعني نسخه من الطبيب الامريكيه. ممكن اكو مسلسلات هيك انت تشارك على مستوى مسلسلات دناتي، على مستوى برامج اكو برامج تفاعليه بها مسابقات. احنا كنا سابقا نشوف من سيربع المليون وزنك ذهب، كانت كم من المعلومات يوميا تجي. هذه البرامج ما زالت موجوده لكن احنا ما زلنا نشارك بها مع ابنائنا. احنا محتاجين توجيه، بدايه توجيه تقريب انه مثلا محتوى تشوف اقول لك باليوتيوب ايش قد تابع هالايام، اسالك شويه خلينا نتقرب عليهم ايش قد تابع هالايام. انا والله دا اشوف هيجي، انت تدري انا شلون صرت هيجي، شلون عندي هاي المعلومات، تابعت هذا الموقع، اكو موقع اسمه قهوه ثمانية يمكن اسمه أو هيجي قهوة ثمانية غرب. هذا موقع بكتب بما تشاء، ممكن أوجه جاب إذا تقرأ كتاب أو قصة أو كذا، هذا الكاتب جيد، هذا الكاتب كذا، هاي القصة هاي ممكن تلقى مسابقة بالبيت اللي يقرأ القصة وهكذا. يعني هذا رأيي أستاذ أحمد، وأنا جدا مع هذا الرأي. هو فعلا الإعلام يبدأ توجيهي من الأسرة ومن ثم يبدأ بالمجتمع وتتصاعد العملية حتى يتبلور الخطاب الإعلامي ويكون الخطاب ناجح. أنا أتفق جدا معك، شكرا جزيلا دكتور. شكرا شكرا أستاذ أحمد. الله شكرا حي. شكرا جزيلا دكتور ماجد الخياط. حقيقة على هذا الكلام، وأنا تركته يسترسل حتى نصل بحصيلة أو نطلع بحصيلة. يعني احنا دائما نردد عبارة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل القضايا التربوية والأخلاقية تبدأ من الأسرة، تبدأ من البيت، وبعد ذلك من الشارع والمنطقة والمحافظة، وبالتالي تتكون الأمة. ففعلا الإعلام، لغة الإعلام تبدأ من البيت، توجه الإعلام يجب أن يكون موجه، ومن يوجه الإعلام هو رب الأسرة، بالمعاونة بالتعاون مع وزارة التربية تكون مسؤولة أيضا عن توجيه الناس حول متابعة الإعلام، ومن ثم تكون العملية تكاملية في المجتمع. هذا ما يسمح بوقت البرنامج. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. أطيب التحايا لضيوفي في حلقة هذا اليوم، فضيلة الشيخ مرتضى معاشي الباحث في الشأن الإسلامي والأكاديمي العراقي الدكتور ماجد الخياط. إلى أن ألتقي معكم إن شاء الله بحلقات قادمة، إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.